في الرابع والعشرين من يونيو من عام 2012، وفاة الممثل المصري يوسف داوود. تخرج الفنان من كلية الهندسة وتميز بخفة الدم والبساطة في الأداء التمثيلي، كما شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية المصرية كأفلام النمر والأنثى وبطل من ورق وعسل أسود، كما شارك في مسرحيات الواد سيد الشغال والزعيم. وقام الفنان أيضا بتمثيل عدد من الأعمال الدرامية كمسلسلات أنا وانت وبابا في المشمش ويوميات ونيس.